السلام عليكم ورحمة الله. سؤال آخر راح نحله، اللي هو سؤال عبارة عن سؤال مصروفات. راح أدخل دائما بعض نكررها، انه انا حتى احل السؤال ابدي اقرا السؤال من البدايه واترجم كلمه كلمه الى اعازات. في هذا السؤال يقول اكتب برنامج بلغه سي لادخال 10 ارقام through the execution، بمعنى انا ادخل 10 ارقام بعد التنفيذ. بعد التنفيذ طبعا هون ما كنت ذكر انه داخل مصفوفه، بس ممكن انا من اقرا السؤال كاملة اكتشف انه هو لازم ادخله على شكل مصفوفة، او ممكن احنا نقول لكم بالبداية انه ادخله على شكل مصفوفة. هاي 10 ارقام ادخلها على شكل مصفوفة. اذا ما ذكر ممكن انا بالسؤال يقول arrange them descending and print this number، قل رتب هذه الارقام تنازليا، او ممكن يقول لك تصاعديا. من يقول انه رتب تنازلي او تصاعدي؟ هذه العمليه ما تتم الا لازم انه تكون عندي مصفوفه. انا ممكن انه عندي 10 ارقام ادخلها عن طريق سكانف داخل متغيرات، مثلا 10 متغيرات، وابدي ارتبها تصاعدي او تنازلي. ما تسرع العمليه، ما لازم عندي داخل مصفوفه. طبعا يقول لك تنازلي او تصاعدي، تكتشف انه هذه لازم عندك مصفوفه، او ممكن احنا نذكر لك في السؤال. فعندي 10 ارقام من نوع انتجار مثلا ادخلها بداخل مصفوفه، فاحتاج الى مصفوفه اسمي احاديه سنجل، احاديه على شكل عمود. زين، بما أنا عندي أنا أتعامل مع المصفوفات، فمصفوفات دائما قلنا نستخدم معها اسمي لوب تكرار بالإدخال. أما أدخل قيام المصفوفة أستخدم لوب، أما أعمل أو أكتب معادلة البرنامج أيضا أستخدم لوب، وبالطباعة أيضا استخدم بلوب. يعني المصفوفة متكونة من كذا عنصر، فأنا ما ممكن إنه أنا أجي أكتب موقع عنصر عنصر، لا أستخدم بلوب. زين، فسأترجم عندي 10 أرقام أدخلها داخل المصفوفة. أبدي إيش أعمل؟ أعرف المتغيرات، أعرف مصفوفة إنه انتجر. وش الحل؟ إذا نشوف الحل، فمن نوع انتجار عرفت المصفوفة هو عبارة عن أي 10 أرقام. خش من نوع انتجار. هسه بعد إيش أعمل؟ أقول راح أبدي أشني الخطوة اللي بعدها، عرفتوها أبدي أدخل الأرقام. يقول أشني أدخل الأرقام بعد التنفيذ. بعد التنفيذ، فمعناه بعد التنفيذ إذا استخدم أي معاز عاز سكانف. شوف أنا ترجمته خطوة خطوة أو كلمة كلمة. يقول دخل الأرقام بعد التنفيذ، وأنا استدخلتها بعد التنفيذ عن طريق سكانف. بما أنه قلنا مصفوفة عندي، فأستخدم عندي فور لوب. طبعا اللوب يبدي من 0 إلى 9. بالمصفوفات قلنا نتعامل مع الموقع 0، موقع 0. فأنا راح أستخدم موقع 0، خوش، فينحسب كرقم. أنا عندي 10 أرقام راح يبدي من 0 إلى 9، من 0 إلى 9، يعني 0 محسوب، يصير عندي 10 أرقام. سكانف طبعا A of I، طبعا هذه الصيغة مال المصفوفة اللي قوس مربع، ما تنسون، ما حد يكتب لي قوس دائري أو قوس دالة، قوس مربع تحفظوه حفظ طلاب.
فراح تقول scanf and i of i خوش، راح بدي ادخل اشني ادخل 10 ارقام، 10 ارقام عن طريق scanf. زين اليوم اني خلصت الخطوة، اليوم اني وصلت اخذت عليه درجة، وطبعا هي ما صعبة ابد يعني سهلة كلش. زين اكمل بعد الرينج، شوفوا الرينج ديم ديسكندي، رتب هذه ارقام تنازليا اند برنت. شوف هسه اول مره ما نجي قبل برنت، اكو خطوه قبلها لازم اشني الرينج، رتب هذه تنازل، هذه ارقام تنازل، بعدين برنت. اول مره لازم نجي نرتب. شنو عندي ترتيب؟ شنو ارتب الارقام مالتي تنازلي؟ طبعا هذه هو تعريف تنازلي، ايش معناته تنازلي؟ من القيمة الأكبر تكون أول قيمة فوق إلى القيمة الأقل، يعني تبتدي تتناقص الأرقام، تتناقص أرتبها تنازل. زين فناخذ هسه مثلا مثال، عندي 10 أرقام دخلتهم مثل ما أنا رتبنا. شلون رتب التنازل؟ قلنا من الأعلى من القيمة الأكبر إلى الأقل. دخلت أنا هاي الأرقام مثلا، عندي دخلت 3 5 2 7 4 9، دخلت هاي الأرقام اللي مثلا عندي 10 أرقام 8 2، دخلت 10 أرقام عشوائية على الإسكانر عشوائية. أشنو رتبة تنازلي؟ التعريف يقول إنه رتبة من الأعلى إلى الأقل، يعني أول قيمة فوق تكون أعلى قيمة، بعدين أقل ولا أقل ولا أقل إلى نصل إلى أقل قيمة. فهسه أنا شنو أرتبه؟ أبدي إيش أعمل؟ أقارن هذا الرقم، أول رقم طبعا ما نقول من الأعلى من أكبر قيمة إلى أقل قيمة، بمعنى أشني إن الأرقام أنا دخلتها بشكل عشوائي، أريد أعلى قيمة مثلا هذا 10 أخليها بالبداية. فأنت أشنو القيمة تقارن بين قيمة وقيمة؟ أشنو تقارن عشان نعمل عن قارن، شوفوا أشنو تكتشف إنها قيمة أكبر من القيمة، نعمل مقارنة لازم. ما إيش زين بما أنه عندي مصفوفة أيضاً، فأستخدم قلنا لوب بالعملية المقارنة أو عملية المعادلة مع البرنامج، أستخدم أيضاً لوب. زين أبدأ أقارن أول رقم مع ثاني رقم، إذا أكبر، إذا أول رقم أصغر من ثاني رقم بدله، بدلهم. يعني لسه 3 أقل من 5، نعم بدله واحد مكان الآخر. إيش إذا هذا الرقم أكبر؟ لا بقين، لا تبدل. زين بعدين قارن أول رقم مع اللي حاليا لحد الآن محتفظين إنه أول قيمة هو أكبر بدلناها، يبدأ قارن أول قيمة مع ثالث قيمة. إذا إذا أكبر بدله، وإذا أصغر بقينه، بحيث إنه دائما نحافظ على أول قيمة هي أكبر قيمة. بعدين قارن أول قيمة مع ثالث قيمة، أول قيمة مع رابع قيمة، وهكذا حتى نصل أول قيمة مع آخر قيمة. إذا أكبر بدله، إذا أصغر عوفه. هسه حد الآن أنا أول قيمة هي حافظت عليها هي أكبر قيمة، خليتوها بالفوق الكل. زين نجي بعدين ايش نعمل؟ لازم البعده يكون اقل من القيمه الفوق، فهي القيمه ايش نعمل؟ نقارنها مع البعده، ما قارنها مع قبل، انتهى الفوق صارت على قيمه، نجي على القيمه البعده نقارنها مع القيمه البعده، اذا اكبر بدل لي، بحيث انه القيمه الفوق تطلع اكبر شيء والجوا اقل، اذا اصغر بقيم. نقارن هذه القيمة مع
ثالث قيمة، هذه القيمة مع رابع قيمة، ثاني قيمة مع خامس قيمة، حتى نصل إلى ثاني قيمة مع آخر قيمة. خوش. بعد حالة أنا راح أضمن أنه ثاني قيمة هي راح تكون أعلى قيمة، بس إيشني طبعا هي أقل من أول قيمة، أول ما أقل من أول قيمة، لأن هي أول قيمة هي أعلى شيء قررناه وخلصنا. صار هذا القيمة الأكبر، بعد القيمة الأقل مباشرة نجي على ثالث قيمة، أيضا نبدأ نقارن ثالث قيمة مع البعدة، بعدين ثالث قيمة مع البعدة، ثالث قيمة مع البعدة، وهذا على كذا إلى نصل إلى آخر قيمة. رتبت أول الثلاثي، بعدين نجي على رابع قيمة وهكذا. عاد أنزل أنا تنازل. شو نعمل هذه العملية؟ بالحل. شو نعمل هذه العملية بالحل؟ أول شيء اللي نجي على السؤال، قد دخلنا أول 10 أرقام عشوائي عن طريق السكانف بعد التنفيذ، واستخدمنا فور لوب. هسه من أجل أنا أخذ قيمة قيمة، أخذ أول قيمة وأقارنه مع البقية، أول قيمة أقارنه مع البقية كلها، بعدين ثاني قيمة وأقارنه مع البقية كلها، وثالث قيمة وهكذا، عشان أدخل قيمة قيمة. شلون أخذ قيمة قيمة؟ منو يسمح لي، منو يعمل لي هاي السهولة إنه أخذ قيمة قيمة؟ طبعا لوب، لوب اللي هي فور من 0 إلى 9. طبعا الموقع المصفوفة، الموقع هذا عبارة عن أي 0 أي 1 أي 2 بالترتيب 0 1 2 3، هذا الموقع المصفوفة. فمن يجي على 4 راح يبدي من 0 إلى 9، من 0 إلى 9 هاي إيش يمثل لي الموقع حتى أخذ عنصر عنصر. زين، من أنا على أخذ أول عنصر وقارنه مع البقية، من أشهد عمل أدخل أول عنصر، عملت تو لوب حتى أخذ أول عنصر، بعدين أخذ ثاني عنصر، بعدين من أخذ أول عنصر أقارنه مع بقية العناصر بالمصفوفة، أش عم أحتاج إلى لوب آخر ليش؟ حتى يغير لي، أخذت أول قيمة يقارني مع ثاني قيمة، بعدين يقارني مع ثالث قيمة، بعدين رابع قيمة، خامس قيمة، وهكذا. فأحتاج إلى فور أخرى لوب جي. شوف جي، بس جي مالت هذا اللوب منين يبدي؟ ما يبدي من أول رقم، لأن أنا هسه إذا أخذت ثلاثة ما أجي أقارنه مع ثلاثة، أقارنه مع البعدة، وهكذا. ما أجي أخذ خمسة أقارنه مع البعدة، فإيه هذا من أخذ ثلاثة بعدين أخذ خمسة، هاي اسمت عندي الفور الآي، فور آي حتى نأخذ قيمة قيمة. الفور الجي حتى نأخذ البعدة، فأشني البعدة إذا أخذنا هذا آي صفر، البعد إيشني راح يكون واحد، يعني i زائد واحد، خدت ال i مثلا 2، البعد إيش يصير 2 i زائد واحد يعني إيشني 3، دائما أبدي ب i زائد واحد. شوف الجاي منين تبدي؟ i زائد واحد يعني من العنصر اللي بعده، ما من عنصر قارنه مع نفسه، لا قارنه مع اللي بعده. خوش. وهسه بينتهي طبعا هاي initial، وهسه بينتهي عندما جيت 9، ليش؟ حتى أصل إلى آخر قيمة 9، قارنه مع كل العناصر حتى أصل آخر قيمة اللي هو موقع 9. خوش. فعملت هذا الفور لوب حتى أختار قيمة قيمة، فور الثانية حتى أقارن القيمة اللي اخترتوها بالآي مع كل العناصر. خوش. فيوني عمل بالنسبة عن عمل مقارنة، فأحتاج إلى إشتي شورت if I of J أكبر، شوفوا نفس الحكي ترجمناه إلى إعازات، إحنا قلنا الحل إنه قارن هذا القيمة أو القيمة مثلا أخذها مع البقية،
مع ثاني وثالث ورابع. عملية مقارنة نقول إذا هذا أو إيه هذا أكبر من هذا، القيمة هاي أكبر من قيمة بدل لي، وإذا أصغر بقيهم لا تبدل. فهذا الشرط ما تشوفه if a of j أكبر من a of i، إذا هذا أكبر نعم إيش يعمل؟ بدل لي. وإذا أصغر طبعا التبديل وصف راح يصير داخل if، داخل if ثلاث خطوات. طبعا الاف بيا قوس بداية أو بقوس نهاية، بدل لي داخل الاف. فإذا أصغر ما تنفذ الشرط ما راح يبدل، راح يبقي يعني بقيها نفس ما ينفذ هاي الخطوات داخل الاف. زين، عملية التبديل طلاب نحتاج ثلاث خطوات، نحتاج إلى مخزن احتياط. مخزن احتياط هسه عندك مثلا أنت قاسين تريد اثنين بهم عصير، مثلا كل واحد عصير برتقال ولا اخذين عصير رمان مثلا. تريد عصير برتقال تخلينه بكلاس عصير رمان، والرمان تخلينه برتقال، واحد تبدل مكان الاخر الكلاسات تبدلهم. ايش تحتاج؟ تحتاج الى كلاس اخر فارغ، ما كلاس اخر فارغ حتى تخلي كلاس البرتقال كلاس الفارغ، بعدين ذاك تضيفه الرمان الى البرتقال، بعدين كلاس البرتقال اللي خليناه كلاس الفارغ ترجعه الى كلاس الرمان مثلا. فنحتاج الى مخزن اضافي يسموه تمبرري. تمبرري فاذا كان هذا القيمه اذا كان يا هذه شوفوا مثلا هذا 5 اكبر من 3، انا اريد اعمل الفوق اكبر شيء بدلهم. فيجي هون ستة اوف اي اي اوف اي خلينا له تمبرري، يعني ستة هذا 3 خليناها تمبرري، رجعنا الخمسة خليناها بالثلاثة. ايش بقى عندنا؟ تمبرري اللي هو قيمته 3 وش بخليها بالخمسة، بس عندي تبديل. شوف اي اوف اي خلينا بثلاثة اللي هي ثلاثة مثلا عندي رقم ثلاثة، بعدين عندي اي اوف جي اللي هي خمسة اللي هي الخمسة بدنا خليناها بالاي اوف اي اي اوف اي. بعدين التمبرري شوفوا التمبرري اللي خلينا باي اوف اي وش بخليها باي اوف جي. دائما احفظوها هذه ثابتة عملية التبديل temporary اي اوف اي اي اوف اي شوفوا شوف تجي اي شكل احفظوها تنزل جوا تنزل جوا اي اوف اي اي اوف اي تساوي اي اوف جي. شوف اي اوف جي وصف تنزل لي جوا بهذا الشكل اي اوف جي. ايش تساوي؟ تساوي temporary. temporary هذا يقلب الى الاخير الشكل. هذا عندي عملية التبديل. طبعا بالبداية راح يبدي ياخذ الـ i صفر ويقارني يعني a of i صفر مثل ما ذكرنا، ياخذ 3 يقارني مع 5 و 2 و 7 مع كلتهم، هاي ايش نهاية j. بعدين ياخذ الـ i 5 ثاني قيمة ويقارني مع البقية ويبدل، بعدين ياخذ الـ i 3 ويقارني مع البقية ويبدل، وهكذا لحد ما نصل انه بالاخير راح يرتب لي من الاعلى الى الاسفل. هاي اذا كانت تنازلي سكندي. اذا كانت اسكندي تصاعدي ايش راح يصير؟ من الصغير الى الكبير، من الصغير الى الكبير. ايش راح يختلف عندي بالحل؟ العلامه هذه اي اوف جي اصغر من اي اوف اي، علامه اكبر سي اصغر فقط، هذا الاختلاف فقط. شوف انا هسه ترجمت السؤال arrange رتبتهم arrange them تسكنتي رتبتهم بس باقي الخطوات فقط باقي الخطوات. زين اذا اكمل ايش بعد؟ ايش يقول؟ and print this number before and after. شوفوا اطبع هذه القيم قبل وبعد الترتيب، قبل وبعد الترتيب. ايش معنى قبل؟ يعني قبل ما ارتبها اول ما ادخل العناصر اطبعهم بعدين ارتبهم
تنازلي وأطباعه. خوش. قلنا بعملية الطباعة إيش نحتاج؟ بالإدخال نحتاج إلى لوب، بالطباعة أيضا، بالإخراج نحتاج إلى لوب. فاللوب هاي أيضا راح تبدي من الصفر إلى التسعة نفسها مال الإدخال، صفر ماينس مال الإدخال. اي بلس بلس برنت اف راح يطبع لي اي اوف اي، اي اوف اي شوفوا راح يطبع لي، طبعا هسه راح يطبعها هاي بعد التنفيذ، هاي يطبع بعد بعد الترتيب، بعد ترتيب التنازل. هو عيريد قبل ايضا، عيريد قبل بيفور، ما ننسى شوف كل كلمه اترجمها، فاذا بيفور نفس هاي برنت اف ماكو هاي الفور برنت اف، هاي كلها نفس عملية كوبي، بس بخليها قبل التغيير. هسه عندي إيه هذا هو التغيير، ما الترتيب يعني قبل هذه يعني نفسها يعمل لها فور برنت اف، هذه نفسها اطبعها اكررها كوبي يعني بيست حتى يطبع لي قبل الترتيب، قبل الترتيب. ما تنسون طلاب الترتيب كمصفوفة، من يجي كما يقول لك اطبع لي القيم على شكل مصفوفة، فأنا هسه عندي مصفوفة بعد واحد يعني اسمي عمود واحد، فلازم حتى يطبع عمود واحد استخدم هاي علامات الترتيب اللي هي باك سلاش ان، باك سلاش ان حتى يترك لي سطر، كل ما يطبع قيمة يترك سطر ينزل إلى السطر الآخر وهكذا يطبع بالآخر على شكل عمود. أوش. هذا عندي ترتيب التصاعدي او التنازلي. بس انتبهوا طلاب بالنسبه لي هاي الترتيب هذا، بالنسبه هذا الترتيب لاحظ انه هاي الاف الشرط الاف هذه واسم موجوده داخل هاي الفور الجي اوش، يعني هاي الاف ما موجوده، هي موجوده يعني ضمنيا داخل الفور الاي موجوده بس ما مباشره، لا موجوده وسط هذا الشرط موجود داخل الفور الداخلي الجي اوش، يعني بمعنى انه انا هذه الجمله الفور في هذا الفور جي كم جمله بيها، كم جمله فيها؟ بيها جمله واحده فقط اعاز واحد اللي هو اف اف، ولهذا ما فتحت هون اقواس داله، ما بعد الفورما ما فتحت قوس داله، ليش؟ لان عندي جمله واحده اعاز واحد فقط اف اوش. هاي الفور الاي، فور الاي كم جمله بيها، كم اعاز بيها؟ بيها جمله واحده اللي هو فور جي، فور جي، ولهذا ما خليته ايضا بعد الفور اي ما خليته يوني قوس دال، ما خليته لان بيها جمله وعنده فور فقط، فاذا كان عندي عاز واحد بعد الفور او بعد الاف ما يحتاج افتح قوس، واللي يفتح قوس ما غلط صح، بس حتى ما تكثر اقواس عشان يعطيكم غلط، لان كل قوس تفتح لازم تسده. زين هذه عندي عملية الترتيب التصاعدي والتنازلي بالنسبة للمصفوفة ذات بعد واحد. عندنا سؤال آخر اللي هو سؤال 10، هذا أيضا راح نشرح عليه شلون الحل مالته، أيضا نبدي قلنا نقرأ السؤال كلمة كلمة، يقول اكتب برنامج في سي لإدخال 10 أرقام as an array، شوفوا أنا ذكرتكم على شكل مصفوفة، فمباشرة ما يحتاج هاي أخذ بها درجة، إيش يقول بعد التنفيذ، فمباشرة راح أحتاج بما أنه مصفوفة أحتاج إلى لوب قلنا حتى أدخل العناصر، يقول بعد التنفيذ إما يعاد استخدم سكان. طبعا هذه صار عندي شيء معروف ما يحتاج كست انا اغلط بينه، فنجي على الحل مباشره، راح اعرف هون بالبدايه المصفوفه ما انسى انه هي 10 ارقام
اي اوف اي اي اسم اي اوف 10 وش ادخل عندي الفور صفر الى 9 صفر الى 9 واسكانف شوفوا اسكانف اند اي اوف اي ادخل العناصر العشرة بالترتيب اخذتوها عن طريق اسكانف بعد التنفيذ خلصنا منه يجي بعد ايش يقول بالسؤال find the most repeated number among them ايش يقول يقول اوجد الرقم الاكثر تكرارا اكثر تكرارا بين هذه الارقام العشر بما انه يقول يعني نظريا انت ما تقول انا اريد اوجد اكثر رقم مكرر عشان تعمل مقارنه ما تعمل مقارنه ما بين الارقام توجد اي رقم مكرر اكثر شيء او مثلا عندك تعمل مقارنه او توجد اكبر مثلا اكبر قيمه فانت ايش توجد اكبر قيمه هتعمل مقارنه ها تعمل مقارنه ما بين هاي الارقام فمباشره انا عرفت انه انا لازم اعمل مقارنه شرط اللي هو عاز اف ها عاز اف فنفس العمليه راح اخذوني مثال لاحظ مثال مثلا عندي أربعة اثنين أربعة سبعة أربعة تسعة واحد اثنين أو ثلاثة عندي مثلا 10 أرقام دخلتهم بعد التنفيذ دخلتهم بهذا الشكل فأبدي إيش أعمل؟ أعمل مقارنة أول رقم أخذ رقم من المصفوفة أخذ أول رقم أقارنه مع البقية أشوف كم مرة مكرر أول رقم أقارنه مع البقية زي كسا قبل هذا السؤال حلينا أيضا أنه ترتيب تصاعد أو تنازل نفس الفكرة كانت أنه أنا أخذ عنصر وأقارنه مع البقية ما؟ بس كان ذاك إذا كان أكبر أو أصغر هنا عندي عملية مساواة أنه إذا كان هذا الرقم اللي أخذتونه هل هو يساوي نفس القيمة؟ قارنه مع البقية إذا مساواة إيش راح أعمل؟ أعمل لي عداد يعني عد لي كم مرة هذا العدد موجود كم مرة موجود خوش؟ بعدين أخذ الرقم الثاني طبعا هذا بعد ما أوجد عدد التكرار أوجد عدد التكرار أخزنه متغير أسمينه متغير حتى يبقى محتفظ بالقيمة عدد التكرار لأول رقم أسمينه مثلا ماكس سميته ماكس مثل ماكس هو مثل عندي متغير أكبر رقم يعني أكثر رقم مكرر أكثر رقم مكرر بعدين أخذ القيمة الثانية 3 مثلا وقارنه طبعا أقارنه إيشني؟ أقارنه مع كل العناصر أيضا مع كل العناصر حتى مع القبله طبعا أنا هذا الحل هو حليتوني بهذا الشكل بس ممكن أحله بغير طريقة يعني ما ممكن ما إلا بهاي الطريقة بس أنا هون أخذت مثلا أخذت أول رقم قارنتونه مع نفسه مع البقية يعني أقارنه مع نفسه مع البقية اكو مثلا غير شخص يحلوا انه ما يقارنه مع نفسه يقبل يقارنه مع اللي بعده ممكن ماكو مشكله بس اختلافات بسيطه راح تصير فانا اخذت اول رقم قارنته مع نفسه مع البقيه اخذت ثاني رقم اقارنه مع اول رقم مع نفسه مع البقيه مع الكل يعني بعدين ثالث رقم اقارنه مع البقيه من فوق لجو ليش؟ لان انا اريد اوجد اكثر رقم مكرر اكثر رقم مكرر وش يقول بعدين
عمر خليه اوجدهم. بعدين ايش يقول؟ يقول print the number with repeated time. أنا عمر خليه اوجده، قلنا نمشي خطوه خطوه، بعدين اطبعهم على الرقم المكرر. زين، فحتى اخذ رقم رقم من هذه الارقام، اخذ هذا الرقم وقارنه مع البقيه، اخذ ثاني رقم، نفس العمليه مع السؤال السابق اللي وجدنا ترتيب تصاعدي او تنازلي. نحتاج الى 4، ما ان ما دام عندي مصفوفه احتاج الى 4 بالعمليه المعادله او المقارنه، حتى اخذ اول رقم بعدين ثاني رقم بعدين ثالث رقم. ف4 نحتاج الى 4 اللي هو هاي الفور عندي من 0 إلى 9، تأخذ أول رقم رقم. بعدين أبدي إيش أعمل؟ قلنا هذا الرقم الأول أخذته قارنه مع البقية، مع نفسه مع البقية، حتى أقارنه مع البقية أيضا إيش أعمل؟ حتى يحتاج إلى لوب آخر، لوب آخر حتى يقارني مع البقية، لأن يعني عندي عناصر كثيرة أنا. فاللوب الآخر اللي هو سميناه جي من 0 إلى 9، أيضا من 0 إلى 9. هذا يأخذ لي أول عنصر، وثاني لوب جي يقارن أول عنصر خطون الآي مع بقية العناصر، إيش أيضا يبدأ من 0 إلى 9. قلنا هذا يقارنه مع نفسه، إيش بعد ما عملت الفور أولى فور الثانية. رأسا ايش المطلب؟ انه ايش اعمل؟ يعني وجود لي الاكثر تكرارا، ما بمعنى انه انا على قارن. شوف مباشره ما عندي غير شيء، رأسا بعد الفور الاولى والفور الثانيه ابدي قارن قبل. if a of j يساوي say of a of i، خوش. فاذا هذا العنصر اللي اخذناه 4 قارن أول مرة مع نفسه، بعدين مع البعده، وبعدين مع إذا هذا صادف إنه نفس الرقم، أقول له عد لي، يعمل لي عداد، شوف كم مرة مكرر، كم مرة. فالعداد ما يأتي هو temporary، سميته temporary أو account، أي متغير، ماش. فإذا صار مساواة يبدي لي ايش يحسب لي عداد. طبعا temporary اعطيتونه بالبدايه قيمه اوليه، لانها ايش يساوي؟ temporary plus plus يساوي temporary جديده تساوي temporary القديمه زائد 1. فالقديمه قيمه قديمه نعطيها 0 وقيمتها 0، فكل ما يصير عندي مساواه يزيد لي 1، ماشي. زين، طبعا هي هذه الاف وصل موجودي، هذه الاف وصل موجوده، وجد داخل الفور الجي، يعني الفور الجي كم يعاز بها؟ كم يعاز بها؟ بها يعاز واحد هو الاف، يعني هسه هاي الاف ما هاني تنتهي، هذا القوس بدايه قوس النهايه، من تنتهي الاف لازم ايش يعمل؟ لازم يكمل الفور الجي كله يكمله، يعني من تنتهي قوس مال الاف يرجع الى الوراء، لأن يعني الفور انتهت، الفور انتهت. ليش؟ لأن يعني الفور بس بيها يعاز واحد اللي هو اف، من انتهى القوس مال اف يعني انتهت الفور. فراح ناخذ أول رقم يقارنه مع نفسه مع كل العناصر. شوف هسه مثلا بهذا المثال راح يحسب لي 4 كم مرة موجودة؟ بيها 2، إذا عدد مرات تكرار الأربعة هو 2، وسوف خسرنا له بالتمبراري. هسه التمبراري المفروض 2 بالنسبة للأربعة، هاي أول قيمة عندما أخذنا الفور أي أي أوف 0، يعني أول قيمة اللي هي 4. بعد حد الأي ما انتهت، الفور الأي شوفوا قوس ما انتهى بعد. زين، هذا التمبراري العداد أقارنه مشني، قلنا أقارنه مع متغير
افرضه انه هو ماكس، هو بينو ايش؟ بينو اكثر تكرار. افرضه من عندي فرضيا بالبدايه، افرض انه هو اكبر قيمه، قيمته صفر. شوفوا اعطيتونه انتجر ماكس صفر، هو بينو اكبر قيمه اكثر عدد تكرار فرضيا. اجي اقارن بما انه صفر، من اقارنه طبعا هو راح يبدا راح يطلع هو اقل قيمه. فايش اعمل؟ اعمل مقارنه if temporary اكبر من واحد and temporary اكبر او يساوي ماكس. شيء اكيد انا بالنسبه لاول رقم اربعه اسقط طلع عندي اثنين، شيء اكيد اذا اثنين اكبر من صفر فالتمبرري شيء اكيد اكبر من ماكس، لان الماكس هي الصفر. وشيء اكيد التمبرري اكبر من واحد، ليش؟ لان انا التمبرري بالنسبه لاربعه هون اثنين مكرر مرتين، فهذا الشرط تنفذ وهذا الشرط تنفذ. ليش هون اكبر من واحد؟ حتى اضمن انه انا طبعا هذا ممكن انا ما اكسبه، ممكن هاي اكبر من واحد ما اكسبه، صحيح ماكو مشكله، بس حتى اضمن انه انا التكرار على الاقل الرقم مالتي مكرر مرتين، يعني ما بين مره واحده بس، مرتين مثلا. بس ممكن اعتبر انه هاي خطوه إيه هذا الشخص زايد، ممكن احذف بس ابقي هذا. فبالنسبه للحاله الاولى اربعه مكرر مرتين فتمبرد اثنين، هوني اكبر من واحد الاثنين، واكبر من ماكس لان ماكس صفر بدايه، هاي اثنين راح يتنفذون. اذا ما دام اثنين تنفذوا راح يدخل داخل الشرط. ايش يعمل هوني؟ التمبرري عدد التكرار مال اربعه، ما قلنا هون اثنين، وش راح اخلينه؟ شوفوا راح اخلينه بالماكس. هسه الماكس صار هو بينو اثنين اللي هو عدد التكرار الاربعه. وش؟ هاي بالنسبه لاربعه فقط. زين، ايش يقول بالسؤال؟ طلاب ايش يقول بالسؤال؟ يقول and the repeating time print this number and with the repeated time، يعني لازم اطبع الرقم نفسه واطبع عدد التكرار مالته. زين انا هسه اخذته من البدايه اربعه، بعدين اخذته بعدين ثلاثه، بعدين اخذت مرت لك ثلاث الرقم الاخر ثلاثه. انا كعدد تكرار عند اخزنه بالماكس، الماكس هو اعلى، بس كرقم انا منين اعرف هو اربعه؟ منين اعرف سبعه مكرر؟ منين اعرف؟ انا ما اعرف. فلازم ايش اعمل؟ اخزنه. لازم ايش اعمل؟ اخزنه، اخزن موقع هذا الرقم، اخزن موقع هذا الرقم، احتفظ فيه حتى اشني بالاخير اطبعه. واسمه اخزنه، اخزنه متغير عادي، اي متغير سميته انا هوني. شوفوا temporary temporary to، اي متغير مو ما مكرر ما متشابه مع البقية فوق. ايش خزنته بينو؟ اي اوف اي. شوف اي اوف اي خزنته بينو العنصر الاول اربعة، قيمة الاربعة بالtemporary to. طبعا هذا القوس مال اف، هذا الاف انتهي هوني. ايش وعندي إيه هذا القوس؟ هذا القوس اشني مال إيه هذا الفور الاي، فور الاي ينتهي لي هون. بمعنى انا اول مره اخذ عنصر، اول عنصر اوجد اقارنه مع بقيه العناصر، اوجد عدد التكرار اللي هو بالتمبرري. خوش، هاي التمبرري ابدي اقارنه مع تكرار غير رقم. انا اخذته بالبدايه اربعه وجدت اثنين، بعدين من اخذ ثلاثه راح اوجد مثلا ثلاثه كم مره مكرر؟ ثلاث مرات. خوش، ثلاث مرات. فهسه من اجي انا هوني من اخذت اي بالبدايه اربعه، بعدين من اجي اخذ قيمه ثانيه للاي اللي هو ثاني قيمه قلنا ثلاثه، وأوجد أيضا أقارن ثلاثة مع بقية العناصر كلها، وأوجد عدد التكرار، أوجد عدد التكرار
أوجد عدد التكرار، فبعدين أجي أقارن هذا التكرار مالتي مال ثلاثة. طبعا هو التمبر ثلاثة أكبر من واحد، نعم ثلاثة أكبر من واحد. تمبرري ثلاثة أكبر من الماكس، الماكس إيش صار بينه الماكس؟ صار بينه تكرار مال أربعة. تكرار أربعة إيش خزنا له أول رقم؟ اثنين. هسه ثلاثة ثلاث مرات مكررة، يعني ثلاثة صار هي أكثر تكرارا. فإيش راح يعمل؟ هل تمبرري أكبر من ماكس؟ نعم. ثلاثة أكبر من اثنين مال أربعة؟ نعم. وهي أكبر من واحد؟ نعم. هيتنفذ الشرط، إيش يعمل؟ يخلي التمبرري مالتي الجديد ثلاثة، مال ثلاثة خلينا بالماكس، صار الماكس هو أكبر، أكبر أكثر تكرار. زين قيمة ثلاثة إيه فاير اخذنا بالمتغير الجديد اللي هو تمبر 3. قبل خزنا بينه التمبر 2 خزنا بينه 4، بس هسه 3 صار هي اكثر من 4 مكرره، اكثر من 4 مكرره خزناها وصف. فهسه نرجع نخزن الثلاثه بالمتغير، احتفظ بينه بالقيمه حتى ارجع له بعدين. خش هاي خلصنا ثاني قيمه، وجدنا ثاني قيمه. خش ناخذ ثالث قيمة أيضا اللي هي نفس ثلاثة، طبعا هي مكررة أيضا، راح يوجد أنه هي ثلاثة. ماش راح يوجد هي ثلاثة. زين أنا من أداخل أستا أول قيمة وجدت التكرار مالتها خزنته بالتيمب، من تخلص الفور مال آي مالتي ويرجع إلى الوراء أخذ ثاني قيمة. زين التيمب مالتي تمبرري، هذا العداد قبل بحالة الأربعة خزننا بينه كم مرة مكرر؟ اثنين. زين أما أجي على ثلاثة كم مرة مكرر؟ ثلاث مرات. بس أشني العداد مال أربعة، العداد تمبرري مال أربعة لا زال هو محتفظ بالاثنين مال أربعة. من أجي على ثلاثة وابدي اقارن ثلاثه مع كل العناصر، ثلاثه مع كل العناصر، وابدي اعد كم مره مكرر، ابدي اعدهم واخزنها وصف بالتمبرري. ما بس قلنا عند التمبرري هو نفسه استخدمناه بكل العناصر بالنسبه للاربعه، بالنسبه فقلنا هذا التمبرري ايش معناته؟ هاي تمب بلس بلس، يعني يساوي تمب الجديده يساوي تمب القديمه زائد واحد. بمعنى التيمب القديمة بقت اثنين، فبهاي المشكلة راح عنده مشكلة، راح يظل التيمب يزداد كل ما نجي على رقم جديد يجمعه مع تكرار البقية. فايش اعمل انا؟ كل ما اخذ عنصر جديد، كل ما اخذ عنصر جديد اللي هو من اخذ اربعة بعدين اخذ ثلاثة، عدد التكرار اصفره. هسه الفور مالتي الاي اللي هون انتهت، يرجع الى الوراء الى هذا القوس، لازم اشني التكرار مالتي العداد اصفره. شوف التيمب صفر، ليش؟ حتى هذا العداد اخذ ثاني رقم واقارنه مع البقيه، اعمل عداد جديد كانما، يعني عدد التكرار لهذا الرقم خاص بينه، لهذا تمبير صفره. اذا ما اصفره راح يبدي يظل يزداد، يظل يجمع التكرار مع كل الأرقام ويطلع عندي خطأ. زين وهكذا استمر طلاب مع كل الأرقام، أخذ ثالث رقم ورابع رقم وخامس رقم، كل ما أخذهم وقارنهم مع البقية. إذا مثل ما هسه طلع عندي أربعة أخذناهم بالبداية مرتين مكرر، فماكس بدلنا له صار ماكس وقيمة اثنين. بعدين من أخذنا قيمة العنصر الثاني ثلاثة وقارناه مع البقية، إيش صار عندي مكرر ثلاث مرات، ثلاث مرات مكرر. زين من أجي أقارن، من أجي أقارن المقارن التمبرري ثلاثة تكرار مع العنصر الجديد ثلاثة، قارنه مع التكرار مع العنصر القديم اللي هو ماكس اللي هو اشخاص صار بينه اثنين،
ألاحظ أنه التيمب هو أكبر، فإيش يعمل ليوني؟ يبدل لي، يخلي التيمب التكرار الأكثر الجديد يخليني بالماكس، حتى يحصل تفضل الماكس هو أكثر تكرارا. بنفس الوقت بالسؤال إيش يقول؟ يقول اطبع لي العنصر نفسه. لاحظ السؤال print this number، اطبع لي العنصر نفسه. فحتى يطبع العنصر نفسه لازم احتفظ بقيمة احتياطية ولازم احتفظ بمتغير. اقول a of i يخزن له بمتغير temp2. طبعا راح يكمل كل العناصر لان الفور الاي انتهت ليوني، كمل كل العناصر بالاخر راح تطلع عندي الماكس هو اكثر عدد التكرار، والتيمب 2 مثل عندي الرقم المكرر، الرقم المكرر. طيب السؤال ايش يقول؟ اخر شيء يقول print this number with the repeated time، فانا راح اطبع الرقم مع عدد التكرار، عدد التكرار هو الماكس والرقم هو temp2. يحتاج هون يعمل فور، يحتاج بالطباعة أعمل فور؟ لا، لأن إيش يقول بالسؤال؟ يقول اطبع لي الرقم المكرر وعدد التكرار فقط، يعني اطبع قيمتين فقط، ما يحتاج، ما قد يطبع المصفوفة كاملة، لا، فما يحتاج إلى فور، فقط نحتاج إلى printf، راح أطبع الماكس وأطبع temperature. طبعا للترتيب يعني ممكن تكتب عبارات توضيحية داخل قوس الاقتباس، تكتب عبارة توضيحية انه كترتيب فقط، او ممكن تطبع كل واحد بسطر. او ممكن تطبع كل واحد بسطر، ماكو مشكلة. هذا السؤال ايضا ممكن انا لاحظ الحل مالتي انه كل كلمة انا ترجمتها الى اعاز. الاعاز هي اعازات معروفة عندكم، ما بها شيء. انت من تمشي على الترتيب على السياق، يعني من تمشي بالترتيب السؤال تحله، راح تلاحظ انه الاعازات راح تترتب عندك بشكل صحيح. يعني يسألك طالب يقول لك أنا هذا الإعاز ليش هوني ليش ما هون؟ هاي الإف ليش موجودة داخل هاي الإف؟ عفوا هاي الإف ليش موجودة؟ هاي الإف ليش ما موجودة داخل إيه هاي الإف؟ حسب السؤال، حسب مطلوب السؤال، إذا أنت تمشي صح راح تعرف إنه كل واحد مكانه، كل إعاز مكانه. فأنا في البداية دخلت الأرقام الشاي عن طريق السكانف، بعدين أبدي آخذ رقم آخذ رقم من الأرقام العشرة، فعملت فور من صفر إلى تسعة حتى آخذ رقم أقارن هذا الرقم شوف مع بقية الأرقام. فأشو نقارن؟ عن طريق إف ما؟ بس ايش نقارنه مع بقية الأرقام؟ أعمل فور أخرى من صفر إلى تسعة، والمقارنة هو الشرط. إذا صارت تساوي راسن أمشي أعمل عداد يعدم، شوف العداد توصل داخل الإف خش، يبدي يعد كل رقم أشغل مكرر خش. فليوني ايش تعمل؟ ليوني اخذت اول رقم قارنته مع كل الارقام حسب لي كم واحد مكرر. ليوني انا اخذته بعد رقم واحد اخذته اول رقم وجد لي عدد تكراره. زين هذا الرقم عدد تكراره اقارنه مع تكرار العنصر الاخر حتى أوجد أكثر تكرارا،
يعني كل رقم اوجد عدد التكرار مالته. زين انت ايش توجد؟ تقارن هذا التكرار مع التكرار الرقم الثاني، بعدين تقارنه مع التكرار الرقم الثالث والرابع وهكذا حتى توجد اكثر تكرار. فالمقارنه مالتي اف، شوفوا انا وجدت عدد التكرار، بعدين اعمل اف حتى اقارن. فرضنا من البدايه انه الماكس هو يمثل عندي اكثر تكرار، فرضنا من البدايه صفر فرضيه من عندي، بعدين وجدت temporary قارنت التكرار مع الماكس، شيء اكيد بالبدايه صفر راح يصبح اكبر، ولهذا قبل التمبرري خليته بالماكس. الماكس مثل عندي تكرار الرقم الاول، وبالسؤال يقول اطبع الرقم نفسه، اطبع الرقم نفسه، حطبع اطبع الرقم نفسه لازم اخزنه بالتغير، هذا الرقم اللي هو اول رقم، اول رقم مثلا خزنته بالتغير تمبتو. لهون ينتهي هذا الشرط، قارنتونه صار عندي الماكس هو اكثر تكرار. زين لهون ينتهي الفورمال اي، يبدي ناخذ القيمه الثانيه بالموصوفه. بدايه اخذنا 4 وجدنا التكرار مالته وخليناه بالماكس، صار 4 فرضناه هو اكبر اكثر تكرار. بعدين نجي ناخذ قيمة أخرى للآي اللي هو قيمة الرقم الثاني 3، نوجد أيضا نقارنه مع كل العناصر، فور جديدة، شوفوا فور شيء جديدة، نوجد عدد تكرار جديد، لابد نحن قلنا هون نصفره لازم، عدد تكرار جديد للأربعة للثلاثة الرقم الثاني، نقارن بعد ما وجدنا هذا التكرار مع الرقم الثاني قارنه مع عدد التكرار الرقم الأول، فإذا كان هو أكثر تكرارا تمب شوفوه مع الماكس، إذا أكثر أكبر بدله، يعني ما بدله إنما خليه قيمته داخله، فصار تمب هو الماكس يمثل أكبر تكرار، وخزننا الرقم نفسه بمتغير حتى نطبعه بعدين. خلصت ليوني الاي، ناخذ الرقم الثالث نفس الشيء قارنه مع البقيه، نوجد تكرار وقارنه مع الماكس اللي هو فرضناه احنا اكثر تكرارا، واذا اكبر بدله، وهكذا كل العناصر. فصار عندي الماكس هو يمثل اكثر تكرارا، قيمه اكثر تكرارا، والتمبريتو يمثل عندي الرقم المكرر مكرر. فقط اسبق عندي 4 printf مباشرة الماكس والتمبر، وخلصنا.